المال الحرام المكتسب بغير رضا صاحبه لا بد من رده إلى صاحبه أو طلب الصفح منه. المال الحرام المأخوذ من صاحبه من دون رضاه، ما في طريقة للتوبة منه إلا أن يرد إلى صاحبه أو يطلب الصفح منه. يا بقول له سامحني، فإذا سامحني منيح نفدت، يا بدي رجعن، فإن صفح وإلا فلا بد من إعادة هذا المال. ولا تبرأ الذمة منه بالصدقة. أخي خلاص هدول 200,000 أنا حبتصدق فيهم لوجه الله تعالى، لا تبرأ الذمة. هل 200,000 حبحطهم في جامعة من بنا؟ لا تبرأ الذمة. هل 200,000 حبعطيهم لأيتام في جمعية أيتام جنب بيتنا؟ لا تبرأ الذمة إلا بأحد أمرين، يا بترجعهم لصاحبهم يا تطلب الصفح منه. وتكفي في رده الحيلة، كأن يقول الغاصب عند رد المال: هذا من شخص اعتدى عليكم سابقا دون تعين، أو نحو ذلك. يعني مو شرط أن أروح أقول له هدول 200,000 أنا أخذتهم منك، إذا بقول له هدول 200,000 في شخص أعطاني ياهن، قال لي وصل لك ياهن بزمناته هو أخذهم منك، بيمشي الحال. إذا صار عنده مناسبة فرح ورحت حطيتهم بالظرف وقلت له هدول هدية لفرح ابنك أو لفرحك، منيح. مريض أخذت له هال200,000 وقلت له هدون حطيتهم تحت رأسه بالمخدة، هدون هدية لك، بيمشي الحال. ما شرط أنه أنا أقول له أخذتهم منك، بس المهم لابد أن يعودوا. ويكفي في ردهم الحيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.